مشاهدينا نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج موضوع اليوم. مجهودات كبيرة في المغرب تبذل في سياق مواجهة أزمات النقص الحاد في مخزون الدم داخل مراكز تحقن الدم. وقد تداول مجلس الحكومة المنعقد أمس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 5 مشاريع قوانين قدمها خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية. من ضمن هذه المشاريع القانون رقم 1122 والمتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وطبعا في سياق المجهودات التي تبذلها المملكة من أجل توفير مخزون كاف لهذه المادة الحيوية. للتفصيل في هذا الموضوع معنا ضيفة، وفي إشكاليات طبعا التبرع بالدم وتخزينه، معنا ضيفة الدكتورة ربيعة بوغطاية رئيسة الوحدة المتنقلة للمركز الجهوي لتحقن الدم بطنجة، والتي سنتناول معها أبرز الإشكاليات التي تعيشها هذه المراكز انطلاقا من نموذج جهة طنجة تطوان الحسيمة. إذن أهلا وسهلا بك سيدتي. أهلا، شكرا على الاستضافة. مرحبا. من هذا المنبر كنوجه تحية للفريق الوطني على الفوز ديالو. أكيد نحييه جميعا. نعم، ودونك موضوع شائق ديال التبرع بالدم، نتمنى أننا نجاوب على جميع الأسئلة المطروحة. طبعا يعني بداية دكتورة، يعني الحاجيات اليومية للمركز الوطني للتحقن الدم أصبحت تقدم تقدر ب1000 كيس بشكل يومي. نعم. يعني حاجيات ترتفع يوما بعد يوم، يعني ما هي أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الاحتياج إلى هذه المادة؟ طبيعة الحال هناك زيادة في احتياجات الأكياس الدم بجميع المراكز الجهوية بالمملكة. على سبيل المثال المركز الوطني تقريبا يصل إلى احتياج ديال 1000 كيس يومي. المركز الجهوي لطنجة يصل احتياجات الأكياس اليومية إلى 150 كيس يوميا. هذه الاحتياجات بطبيعة الحال مرتبطة بارتفاع المصحات الصحية سواء العمومية أو الخاصة. مثلا جهة طنجة عندنا المركز الجهوي الجامعي، المركز الصحي الجامعي بطنجة CHU، وهناك كثيرا من المصحات يعني الخاصة اللي ظهرت. هذا الشيء كله كيؤدي إلى ارتفاع يعني طلبات الأكياس اليومية للمرضى. طيب هل الأمر متعلق أيضا بحوادث السير، الأمراض المزمنة، ارتفاع الأمراض المزمنة، أم أنها فقط إشكاليات يعني بنيات تحتية صحية ترتفع فقط؟ بطبيعة الحال هاد يعني الطلبات تتوجه من الطلبات المستعجلة، وكاين الطلبات يعني العادية. المستعجلة يعني كتخص حوادث السير بطبيعة الحال، احتياجات يعني الحالات المرضية المستعجلة ما فيها النزيف الحاد اللي كيكون طلبات مستعجلة جدا، وكاين الأمراض يعني المزمنة العادية اللي كتستدعي أكياس ولكن كتكون في نطاق يعني غير مستعجل. هذا الشيء كله دونك يعني كيكون عادي. احتياجات اليومية كنفصلوا حنايا بالمراكز، يعني الاحتياجات تتسبق الاحتياجات المستعجلة هي الأول، ومن بعدين عاد كتجي الاحتياجات العادية. طيب يعني المركز الوطني لتحقن الدم له حاجيات كبيرة من يعني لتوفير يعني هذه المادة الحيوية اليوم، وهو ما ينعكس أيضا على، وهو أمر يعني تعيشه جميع مراكز الجهوية. نعم. لتحقن الدم، كيف يمكن تقييم الوضع في مدينة طنجة؟ ما هي أبرز الإشكالات التي تعيشها هذه الجهة فيما يتعلق بمخزون الدم؟ يعني المخزون الدم في جميع المراكز وبالخاص يعني بالمركز الجهوي لطنجة هناك خصائص يعني كيكون يعني كنلمسوه يعني خلال الأسبوع، ولكن حنا كنتصدوا لهذا الخصائص يعني بتكثير من الحملات يعني اللي جمع يعني أكياس الدم، سواء عن طريق يعني الحملات بداخل المركز او الحملات ديال الوحده المتنقله. هاد السياسه ديال يعني الحملات هي اللي كتقدر تصد لنا هاد الخصائص ديال الاحتياجات اليوميه ديال الأكياس. طيب ماذا عن يعني الامور التي تؤثر سلبا على تدبير هذا القطاع الحيوي؟ هناك مثلا بالخصوص كيكون العطل، يعني كيكون عندنا يعني نقص يعني في المتبرعين اللي كيتوافدوا لنا المراكز. هناك عاوتاني يعني مثلا خلال جائحه ديال كوفيد كان عندنا واحد نقص حاد ديال اكياس الدم، ولكن الحمد لله دابا النشر. لكن كيف كان التدبير يعني فتره جائحه كوفيد تحديدا؟ كان هناك نقص كبير في اكياس الدم، ولكن الحمد لله كانت واحد المجهودات يعني
يعني نظرا لان المريض ما كانش كيعرف كوفيد يعني محتاج الكيس الدم، يمكنش اننا نسدو يعني هاد المراكز. كانت عندنا رخص اللي كان المتبرع بالدم كيحصل عليها بمساعده ديال المراكز الجهويه باش يبقى دائما عندنا يعني توافد على المراكز الجهويه خلال الجائحه كوفيد. نعم. واليوم هل هناك يعني اي تدابير سباقيه من اجل مواجهه اي يعني معطيات يمكن ان تكون او معادلات صعبه فيما يتعلق بارتفاع اعداد الاصابات بهذا الداء، يعني ونحن في فتره حرجه او ما زالت حرجه بالنسبه لارتفاع اعداد الاصابات بجائحه كوفيد؟ الحمد لله هناك يعني ولا عندنا نشر ديال الثقافه ديال التبرع في يعني جميع ربوع المملكه. كاين عندنا واحد القبيل الاقبال يعني كبير يعني ولينا كنلاحظوه يعني بالنسبه للمغاربه عامه، وكاين تنشيط ديال الوحدات يعني المتحركه في جموع يعني في ربوع المملكه خصوصا في طنجه، ولينا حنا يعني كنبحثوا على المراكز اللي يمكننا نستقطبوا منها اكبر عدد ديال المتبرعين، خصوصا مثلا يعني المناطق الصناعيه بالمملكه، يعني كيكون عندنا واحد عدد كبير يعني خصوصا المعامل والشركات، لان عندنا المتبرعين كيكونوا كثارين، ونظرا لاوقات الاشتغال ديالهم اللي ما كتسمحش لهم انهم يلجؤوا هما المراكز، حنا كنتقربوا منهم. دونك هنا تنديروا حنا الوحده المتبرعه هي الدور ديالها الاساسي، يعني تقريب هذا المواطن اللي باغي يتبرع باش يسمح له يعني الوقت ديالو ما يلتحق بالمركز، حنا كنمشيو عنده، والحمد لله كاينه واحد استجابه كبيره، وهذا المخزون الدم يعني ولينا كنلاحظوا ان كاين واحد ارتفاع يعني الحمد لله في اكياس الدم حاليا. طيب يعني هناك مجموعه من الاشكالات ايضا تطبع يعني عمليه التزود بالدم او حصول المريض على الدم الذي يحتاجه خلال عمليه التطبيب. هناك مواطنون يحتجون على عملية تأخير حصولهم على هذه المادة الحيوية، ويعني الأمر قد يصل ثمنه إلى عواقب وخيمة قد تؤدي بفقدان المريض ربما. كيف وما هي يعني المعايير التي تحدد حصول مريض دون الآخر إلى احتياجاته من الدم، خاصة في ظل يعني وجوده في حالة صحية حرجة؟ سؤال وجيه، يعني كيف يعني نقدروا نعطيو اسبقيه للمريض دون الاخر. هنايا كنشوفوا يعني الطلب ديال يعني طلب الدم كيكون تشخيص عند الطبيب المباشر، لانه هو كيعلمنا في الطلب بان هذه حاله مستعجله، دونك هنا بحد ذاتها كيكون واحد يعني تسبيق ولا ديال هذاك الطلب على الطلب الاخر، ولكن هذا الشيء كله يعني مرتبط بوجود المخزون الاحتياطي باكياس الدم في المركز. كل ما عندنا الدم يعني كنقدروا نلبيو الطلبات كامله، ولكن كنسبقوا دائما الحالات المستعجله بطبيعه الحال، لان هذا الشيء كيأثر على يعني الصحه ديال المريض مباشره. طيب هل يتم الاستناد الى يعني الحاله الصحيه للمريض بوثائق الى غير ذلك، وهو ما يعطيكم لمحه عن حالته الصحيه؟ لان الطلب ديال الطبيب المباشر اللي كيتابع الحاله الصحيه هو كيلمح لك بان هذه حاله مستعجله بطبيعه الحال، المركز كياخذ بعين الاعتبار هذا الطلب وكيسبقوا على الطلب الاخر بجميع الاحتمالات. حنا يعني كنشيروا بان وجود اكياس احتياطيه كتلبي لنا الحاجات ديال جميع المرضى، وهذا هو المبتغى ديالنا من المراكز الجهويه حاليا. طيب الان يعني ماذا عن توجهات الدوله فيما يتعلق بالاستراتيجيات الراميه الى تلبيه الاحتياجات الوطنيه وتنميه مخزون الدم بشكل عام؟ يعني كيف تساهم المراكز الجهويه اليوم في وضع اصبعها على مكامن الخلل وجعل سياسات الدوله تستجيب لتطلعاتها؟ دونك هذا التبرع بالدم كما قلنا هو واجب انساني وهو تطوعي، دونك حنا باش نلبيو حاجيات هاد المرضى ونرفعوا من الاحتياطات ديال اكياس الدم بالمراكز الجهويه بالمملكه، كان عندنا واحد الدور يعني بجميع المراكز اننا نشروا هاد يعني الطبيعه ديال التبرع والثقافه التبرع، يعني خصنا هذا المتبرع نستقطبوه بجميع يعني الوسائل عبر يعني اشراك المجتمع المدني، يعني الاعلام هنا خصنا الدور ديالو كيجي في هذا المنبر بان خصنا ننشروا هذه الثقافه، لان المتبرع خصو يجي يعني اختياريا للمراكز باش يتبرع بالدم. طيب بحديثكم عن هذه المساله يعني عن مساله التوعيه والتحسيس كسبيل يعني ل
جلب عدد أكبر من المتبرعين بالدم. أي وسائل مبتكرة تقدمها مراكز تحقن الدم اليوم وتتفاعل فيها مع يعني المعطيات الحالية من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك في حشد المزيد من المتبرعين للاستجابة إلى الحاجيات، حاجيات الجهة أو الحاجيات الوطنية بشكل عام؟ نعم، يعني هنا كان يعني كان نلمحوا إلى أهمية هذه الأكياس الدم، لأن أي واحد فينا كيحتاج واحد الكيس الدم واحد النهار، يا إما أحد أفراد العائلة ديالو ولا المعارف ديالو. هنا كتعرف أهمية ديال هذه الأكياس الدم بالنسبة للمريض، يعني كيس دم يساوي الحياة. يعني هنا عندنا يعني بالمركز الوطني عندنا يعني واحد النافذة اللي كتعطينا جميع المعلومات على التبرع بالدم من حيث الأهمية ديالو وكاع المستجدات في يعني في مجال التبرع بالدم. طيب الآن ماذا عن جودة وسلامة مخزون الدم؟ أي وسائل تقنية وبشرية تساهم في ضمان هذه الجودة اليوم داخل المراكز الجهوية لتحقن الدم، وكيف يمكن تأهيل هذه يعني الوسائل الموجودة حاليا لتستجيب بشكل جيد لوصول هذه المادة الحيوية إلى المواطن بالشكل المطلوب؟ طبيعة الحال يعني المركز الوطني للتبرع بالدم كيلمح إلى تجويد الخدمات داخل جميع المراكز الجهوية. مثلا يعني في استقطاب المتبرع تيمر عبر مصلحة ديال الطبيب اللي كيتم الكشف عليه باش يعطيه واش هذا الإنسان يعني كفؤ لأن يتبرع بالدم أو لا. هذاك الأبخي من بعد المتبرع يلتحق يعني المصلحة ديال التبرع. هناك استعمال أكياس اللي هي معقمة ذات استعمال واحد، من بعد تتم هذه الأكياس تمر على عدة مراحل، منها يعني السيرولوجي يعني تتم البحث عن يعني الأمراض اللي يمكن نلقاوها في هذوك الأكياس، منها كيستافد هذا المريض يعني يعرف التحاليل ديالو زائد زمرات الدم ديالو. من بعد يعني كتجي المرحلة ديال التخزين واللي هي مهمة، هذا التخزين يعني عبر يعني متلج ديال يعني شنو نقول لك التخزين يعني بمعايير يعني مضبوطه للحفاظ على جوده هذه الاكياس الدم. مثلا الكريات الحمراء كتبقى تقريبا 40 يوم يعني تقدر تخزن، من بعد كتستعمل. اما الصفائح عندها 5 ايام، في حين اما البلازما يمكن يبقى الى مده 8 اشهر الى سنه يعني في التخزين. دونك هنا خصنا يعني احنا اونفيز هاد تجويد هذه الخدمات من ناحيه الكاليتي ديال التخزين. طيب الان يعني هناك اختلاف في حد الاحتياج إلى مخزون الدم في مختلف مناطق وجهات المملكة، أي تنسيق يكون بين الجهات؟ يعني في حال نفاذ المخزون في جهة معينة، هل يتم مثلا من داخل المركز الجهوي لتحقن الدم بطنجة بعث مثلا كمية من الدم التي تحتاجها بشدة مثلا جهة الرباط؟ نعم، يعني عندنا الحمد لله عندنا بروجيزا، لأنه هو واحد السيستم عندنا كنخدموا به حاليا في جميع المراكز الجهوية بتحقن الدم. هنا كتعطينا الحالة فين وصل الأكياس يعني المخزنة داخل كل مركز، ولكن عندنا شي حالة يعني مستعجلة وعندنا فائض في مخزون في مدينة أخرى، طبيعة الحال يتم نقل هذه الأكياس مع احترام سلامات ويعني التخزين من مدينة لمدينة باش يستفد منها المريض المحتاج طبيعة الحال. الآن يعني هناك أيضا حديث عن التعريفة التي يتم وضعها للحصول على كمية الدم، هذه التسعيرة تستند إلى ماذا؟ وأي مجال يعني سواء لتخفيضها أو رفعها في حال ربما نفاذ المخزونات يعني بشكل سريع، كيف يتم تحديد هذه التسعيرة وكيف يمكن أن تستجيب لتطلعات المواطن؟ نعم، هذا الموضوع ديال يعني تثمينه او تسعير هذه الاكياس الدمويه يعني كيكون من الاسباب ديال العزوف بعض المواطنين على التبرع، لانه يقول كيف انا اتبرع بدمي وين احتاج يعني اشتري هذا الكيس. هذه التسعيره وضعتها الدوله، وهي تسعيره يعني تحطات لي يعني التسعيرات ديال هذوك الاكياس اللي كتستعمل يعني اللي معقمه، وهي التسعيرات تدخل فيها يعني هذوك التحاليل وزمره الدم اللي كتستافد منها المتبرع، كذلك داخل فيها مصاريف هذا التخزين اللي هضرنا عليه دابا. دونك التسعيره اللي كتطبق على جميع المواطنين على حسب الاكياس وكيستافد منها المتبرع.
طيب بشكل عام يعني هناك كان هناك أيضا حديث دكتورة عن مسألة كون يعني الأعياد والمناسبات العامة أو المدرسية أو العطل المدرسية تشكل هاجسا يؤرق مراكز تحقن الدم الجهوية. نعم. وهناك دائما تخوف كبير من هذه الفترة التي تعرف نقصا حادا في مخزون الدم. كيف يمكن تحويل هذا التخوف واستثماره إلى فرص من أجل يعني استغلال فترة فراغ المتبرعين وجعلهم يتقدمون إلى مراكز تحقن الدم بشكل أكبر؟ طبيعة الحال هذا المشكل كيكون يعني كيعطينا أرق احنا في المراكز الجوية التبرع بالدم، ولكن عندنا برمجة نورمالمون، عندنا واحد البرمجة للحملات سورتو الحملات يعني المتنقلة باش كنعطيو يعني كنتصدوا لهذا المشكل ديال الهفوات اللي كيكونوا مثلا العطل أو يعني الأعياد اللي ما كتشتغلش فيها الحملات يعني أو المراكز الجهوية. الحملات المتنقلة يمكن لها يعني تتنقل جميع يعني الأماكن اللي يمكن فيها التبرع، واخا بأيامات العطل واخا بأيامات الأسبوع أو دونك هذا هو الهدف ديال الحملات المتنقلة. طيب أي استراتيجية استباقية يتم انتهاجها على المستوى الوطني يعني مخافة نفاذ مخزون الدم بشكل عام؟ كيف يتم التنسيق من أجل وضع خطة ناجعة وفعالة لعدم دق ناقوس الخطر في كل مرة وكل فترة والثانية عند نفاذ هذا المخزون؟ دونك هذا المشكل ديال النفاذ يعني كيبقى الواجهة ديالو أن نكون عندنا واحد النشر ديال ثقافة التبرع كما قلنا سابقا، والتحسيس بأهمية التبرع بالدم، لأن المواجهة لأن المريض ما كيعرف لا عطلة لا والو، يعني كيس الدم يعني يقدر تحتاج في أي يوم يعني في أي ظرفية، يعني هنا خصنا التبرع يكون دائم ما يكونش يعني داخل أيام الأسبوع، يقدر في جميع أيام الأسبوع وخا بالأيام السبت والعطل يعني هذه هي المهمة ديال هنا جميع يعني المشاركة في هذا النشر ديال هذه الثقافة. طيب في سياق مساهمتنا كإعلام أيضا في نشر هذه الثقافة، أي منافع يحملها التبرع بالدم لفائدة المتبرع؟ طبيعة الحال هناك فائدة يعني بالنسبة للمتبرع، أول حاجة هو كيقوم بواحد العمل إنساني، لأن من مورا التبرع كيحس الإنسان بواحد الارتياح بأنه ساهم في إنقاذ حياة واحد المريض. ثانيا كيستافد من مجموعة ديال الفحوصات اللي من بينها تحاليل يعني دموية ما يعرف الزمرة ديالو. ثانيا هناك يعني كيستافد بأنه عنده واحد تنشيط الدورة الدموية طبيعة الحال، تخفيض ديال الضغط الدموي بالنسبة لبعض يعني المتبرعين، وكذلك يعني كيكون عنده واحد التبرع بالدم كيلعب واحد الدور في يعني لا بريفونسيون ضد امراض السرطان وكذلك التجلط الدمويه. طيب ماذا عن الاشخاص الذين هم مصابون بامراض ربما مزمنه؟ نعم. ويتناولون او اشخاص اخرين يتناولون ادويه معينه. نعم. ماذا عن امكانيات تبرعهم بالدم؟ نعم، يعني هنا المتبرع قبل ما يدخل الوحده ديال الدم كيدوز على الفحوصات الطبيه، كاين واحد الطبيب كيباشروا مباشره، كيطرح عليه مجموعه من الاسئله اللي خص هذا المتبرع يجاوب عليها بكل يعني صراحه. هناك بعض المرضى اللي ما يمكنش يتبرعوا نهائيا، في حين هناك بعض المرضى المتبرعين اللي عندهم يعني امراض مزمنه ولكن يحق لهم انهم يتبرعوا، مثلا مرض السكري النوع الثاني، لكن عنده واحد مخزون السكري ديالو مستقر وكيتناول واحد الدواء واحد، من حقه انه يتبرع. طيب الآن يعني ماذا عن الأشخاص المصابين بمثلا فقدان المناعة المكتسبة، السرطان إلى غير ذلك؟ لا 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 يمكن، هذا غير مقبول، يعني هذا الإنسان اللي عنده هذه الأمراض يعني غير مقبول بالنسبة للتبرع، لأن الدم ديالو يحمل واحد الفيروس ما يمكنناش ننقلوه للمريض يعني مريض آخر. إذا نشكركم جزيلا، كنتم معنا ضيفة الدكتورة ربيعة بوغطية رئيسة الوحدة المتنقلة للمركز الجهوي لتحقن الدم بجهة طنجة، شكرا على حضوركم معنا. شكرا لك، شكرا على الاستضافة. شكرا لك، ونشكركم أيضا مشاهدينا على الطيبة المتابعة، في أمان الله.